شهد عزاء النجم الراحل فاروق الفيشاوي حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ففضلا عن الفنانين الذين يظهرون بشكل دائم وكانوا من أبرز الحضور، حرص مجموعة من المشاهير على مواساة أسرة الفيشاوي رغم قلة مشاركتهم في الأنشطة الفنية بشكل عام واختفائهم عن الساحة. الفنان عصام محرم غائب عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، ولكنه كان من أكثر الأصدقاء المقربين للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وبالتالي كان من أوائل من حضروا مراسم العزاء الذي أقيم مساء أمس الأحد بمسجد الشرطة بمصر. الإعلامية الشهيرة هالة سرحان رغم توقفها عن التقديم التلفزيوني وإقامتها الدائمة مع عائلتها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها حرصت على تقديم واجب العزاء لأسرة النجم الراحل فاروق الفيشاوي. مثلها أيضا الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود التي خطفت الأنظار بتواجدها في العزاء أمس، حيث أنها لا تظهر في أي مناسبة فنية أو اجتماعية إلا فيما نذر، ولكن نظرا لتقديرها ومحبتها للنجم الراحل فاروق الفيشاوي حرصت على مواساة أسرته. في نفس السياق أيضا شهد العزاء ظهور نادر الشيخ صالح كامل مؤسس قنوات ARTي وزوج النجم صفاء أبو السعود، فرغم متاعبها الصحية التي كانت واضحة في الصور المتداولة، ولكنه كان من أوائل من حضروا مراسم عزاء فاروق الفيشاوي.